وزي ما انتم شايفين مشاهدين الان وصل الان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وابهر الكل بموسم ترفيهي من الرياض قدم للسعوديين والزوار اهم واضخم الفعاليات الترفيهية. معالي المستشار تركي آل الشيخ. وطبعا مثل ما انتم شايفين صارت الرياض وجهة سياحية للزوار من العالم العربي والعالم، والمفاجآت والإنجازات ما بتنتهي، ومنها هذا الحفل المبهر اللي بتكرم فيه صناع الترفيه العرب والعالميين.